قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم ينسى أيضا هذا الحق لغير المسلم ما لم يكن محاربا للمسلمين ما لم يكن معلنا رافعا للسيف عليهم قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الذي رواه الإمام البخاري في التاريخ ورواه النسائي في السنن من حديث عمرو بن الحمق الخزاعي رضي الله عنه قال الصادق من أمن فلتسمع الدنيا فلتسمع الفاتيكان فلتسمع أوروبا فلتسمع أمريكا فليسمع أولئك الذين يتهمون رسول الله بأنه ما جاء البشرية إلا بالعنف إلا بالإرهاب إلا بالتطرف فلتسمع الدنيا كلها ماذا قال محمد بن عبد الله من أمن أمن يعني أعطى الأمانة من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا الله صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد رحمة رحمة والله العظيم رحمة والله ما عرفت الأرض أرحم من محمد بن عبد الله والله ما عرفت الأرض أصدق منه ولا أوفى منه ولا أطهر ولا أشرف منه من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا وإن كان المقتول كافرا هذا كلام النبي الصادق الذي يبين حرمة الدماء لأي إنسان لا تعطي رجلا عهدا بالأمان ثم بعد ذلك تغدر به لا لا ليس هذا من خلق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وليس هذا من دين الله تبارك وتعالى قلت أيها الأفاضل إن خان غير المسلمين فالمسلمون لا يخونون وإن غدر غير المسلمين فالمسلمون لا يغدرون المسلمون أوفياء المسلمون أمناء المسلمون صادقون لأن لهم دينا يضبط أقوالهم وأفعالهم ومشاعرهم وحبهم وبغضهم وعطاءهم ومنعهم المسلمون لهم دين يضبط حركاتهم وسكنتهم بفضل الله جل وعلا من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا كفار أؤصل هذا من باب التأصيل العلمي الذي اتفقنا عليه لأني أخاطب العقل والقلب معه أقول غير المسلمين ينقسمون إلى أربعة أقسام حتى لا تختلط الأوراق بين أيدي أولادنا وأحبابنا وإخواننا كافر محارب اعتدى على المسلمين في بلدهم في أرضهم جاء من أقصى الأرض ليعتدي على المسلم في داره في بيته هذا له حكمه يحارب ويدفع بكل سبيل وهذا ما يعرف عند علمائنا بجهاد الدفع أو بجهاد الدفاع وهو فرض عين على أهل هذا المكان الذي داهمه العدو الصائل هذا ستراه إجماعا في كتب الفقه لعلمائنا بفضل الله جل وعلا كافر معاهد له عهد لا ينبغي أن تقتله حتى ترد عليه عهده كافر مستأمن أعطيته أمانا لا يحل لك أن تقتله وكافر ذمي لا يجوز لك أن تقتله ما دام في وقت الذمة انظروا إلى عظمة هذا الدين روى البخاري ومسلم أن أم هانئ أخت علي بن أبي طالب رضي الله عنه أتت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة فقالت يا رسول الله زعم ابن أمي علي تقصد أخاها علي رضي الله عنه زعم ابن أمي علي أنه قاتل رجلا يقال له فلان بن هبيرة قد أجرته
أجارت أم هانئ رجلا من المشركين يقال له ابن هبيرة، أجارته. فعلي رضي الله عنه يريد أن يقتله لأنه مشرك، ولا يريد أن يقر لأم هانئ بأمانها الذي أعطت لهذا الرجل. تقول: زعم ابن أمي علي أنه قاتل رجلا من المشركين قد أجرته. فقال الوفي الأمين صلى الله عليه وسلم لأم هانئ: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. بل وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة وفيه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما أي نقض عهده، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل، أي فرض ولا نفل. ده كلام النبي محمد. وهل عرفت الدنيا أصدق منه وأوفى منه؟